يواجه فريق شباب بلوزداد فريق أولمبي شلاف في الجولة 29 من الدوري الجزائري. لكي تشاهد معنا المباراة مع لفظ على الضغط بزر اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المصطفى للمباراة ملعب 16 اوت 1955 في تم الساعة 4:45 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 5:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 6:45 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. وسوف تتابع المباراة عبر الموقع الرسمي لفريق الشباب بلوزداد والجزائرية الأولى. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة وتابع الخاصة التصاعد الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، وأضربكم موعد في موعد قادم.